اليأس شعور كثير بشع. بتصير تسأل حالك كيف وصلت لهون. ما عندي شي ومالي حدا، لحالي. أول مرة بحس هالشعور. أمي كانت دايماً تقولي كل شي بهون وبيمر وآخريت هالأشياء بتتحسن، بس هاي أول مرة بحس هالشعور، الشعور إنه كل شي خرب. اليأس كثير بشع وبخوف. ولك مين انت؟ ولك وقف، ولك وقف، ولك وقف. الله يخليك الله يخليك، انا بعرضك. اهدى اهدى امشي بالتالي، امشي امشي. شو مال رجلك؟ دقيت عليها قبل يومين، توجعني كثير. شو كنت تسوي بسيارتي؟ هو عمي. ولك احكي ما تخافش. كنت عم بشوف اذا حدا بالسيارة، أنا عم بتطلع لقيت في أكل، وعمي أنا صار لي يومين مو ماكل وكثير جوعان. كنت عم تسرق أكلاتي؟ لا عمي، أنا آسف. كان المفروض تستناني لأرجع وتسألني. وين رايح؟ ما بعرف. لو كيف ما بتعرف؟ وين أهلك؟ أهلي ماتوا. شلون أجيت لهون؟ أجيت مع عمي. وين هو عمك؟ راح ليجيب عيلته. هسع وينه عمك؟ على أساس يرجع، صار له 5 أيام غايب. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب قوم عمي قوم، امشي معي، بلش أقدر أساعدك. قوم. وعمي؟ عمك وعمك لو بده يرجع كان رجع زمان. اسمع عمي، هالأيام ما في حدا لحدا، لازم تتعلم تعتمد على حالك. قوم قوم الحقني. بقولوا ما تحكم على الناس أول ما تعرفهم، بس في ناس من أول ما تتعرف عليهم ما بترتاح، بتحس إنه في شي غلط، إشي مش مريح، إشي بخوف. وين رايحين؟ على الأردن. معك وراك ثبوتية؟ وراك ثبوتية؟ لا، كل شي مع عمي. إيه، هيج مشكلة. كيف نمر على الحدود؟ ما بعرف. ما إلنا إلا طريقة واحدة. واللي هي؟ بنقول إنك ابني وضيع هويتك. بيصدقوا؟ آه بيصدقوا، ليش ما يصدقوا؟ شو بدي أعرفهم؟ اسمع، إحنا قربنا الحدود مثل ما اتفقناها. بلش يعرفوا؟ آه راح يعرفوا، شو بدي أعرفهم؟ أنت بس ساوي اللي قلت لك عليه. ما تخاف، أنا راح أساعدك. أنا أصلاً بدي مصلحتك. بس لما ما يظل عندك حل ثاني بتسكت هذا الصوت اللي جواتك، لأنك مثل الغريق اللي بتعلق بكشة. ليس شبك موجوع؟ لا لا مو موجوع. أعمل لك شي؟ وين قيس؟ لسه ما إجا؟ لا بالشغل قيس. طيب ممكن تتصلي فيه؟ ليش؟ بس بدي أشوفه. يعني هو أول ما يخلص شغل بيرجع، بس إذا مليت فينا نروح عند خالي سعاد. لا لا خلينا نستنى قيس ليجي. ليك إذا في شي بدك تقول له إياه يعني ومستعجل فيك تقول لي أنا. أي شو قاعد تساوي؟ ولا شيء. اجى حدا؟ لا. عم تجذب ها؟ والله ما عم بجذب. إذا بتجذب تعرف شو بصير. قوم قوم سوي لي كاسة شاي وسندويشة. بدك مكدوس؟ حط. لميت رح أضلني محبوس. تتصير بني آدم. طب والمدرسة؟ ما فيش مدرسة. شلون ما في مدرسة؟ إذا ما رحت على المدرسة راح يحرموني من امتحاناتي. ولكن انت بدك تجردني. ما فيش مدرسة. هسا صرت سائل بالمدرسة. لما كنت تهرب منها عشان كلبك يا جرو كنت سائل فيها ها؟ ولك احنا وضعنا على كف عفريت. مالك؟ في حكي بثمك احكي، احكي وكون زلمة. كله من وراك. نعم نعم. ايش قلت؟ يا مهندس. هلا هلا عين. شلونك؟ هلا حبيبي، شلونك انت؟ الله يسلمك، شلونك؟ الحمد لله. كيف الشغل؟ الحمد لله والله، بس الجو مكركبه زعلانين على المعلم، مش عارفين نشتغل. الله يرحمه يا سيدي، الله يرحمه. بس ما بيصير هيك، الشغل بدنا نمشيه، هي مسؤولية وعندنا مواعيد وبدنا نسلم عليها، الله يخليكم، بدنا نشتغل. إن شاء الله. بكرة الصبح أنا بمرق عليكم وبحكي مع الشباب. إن شاء الله. توصي شيء؟ سلامتك الله معك. ليك نعيم؟ نعم. جارك أبو المجد شو بتعرف عنه؟ مين أبو المجد؟ اللي ساكن هون، أبو مجد. آه مؤيد. إيه مؤيد. آه بحاله هذا الزلمة، لا بطلع ولا بعبر بحاله، هو وابنه. أيوه. وابنه شو وضعه؟ مثل أبوه. كمان لا بطلع ولا بعبر. ايوه يلا خير ان شاء الله. توصي شي استاذ؟ بدي سلامتك. يلا بنشوفكم الصبح. السلام عليكم. الله معك. تعال جاي. خلص انسى ولا شيء. بقول لك تعال جاي. كله من وراي ولا من وراي؟ ولك إذا عمك اللي هو عمك ما استنظف يوخفك. أنا أخذتك ودخلتك وسكنتك ولبستك. لولاي ما كنت جيت لهون. صاير يطلع لك صوت ولا؟ ولك أنا بورجي. حكيت مع حدا ولا؟ لا ما مع حدا. عاطف جاي يسوي عندنا. مين هو؟ المهندس. ما بعرفش. خليك بالكرفان ما تطلع. رد ولا شو قلت؟ خلص ماشي. شوف حل للمصيبة. أهلين بالمهندس. لي ساعة عم دق عليكم، معقول ما عم تسمع؟ والله كنا عم نتعازم أنا ومجد مين يفتح لحضرتك. شرف. كيفه مجد؟ مليح. أيوه قدامك مثل القرد. مجد ليث بيسلم عليك. والله هالليث صاحب واجب، ببعث سلامات كمان. شوف معلم، هذا الليث بدي إياك تبعده عن ابني، هذا شيطان عم بيلعب بعقله لمجد. ليك بدك تحترم حالك ها، عم تزودها كثير بالحكي، انتبه. بزودها ما بزودها، أني حر. هذا ابني وبديش أحكي معه. شو وضعك مجد؟ أنت منيح؟ قلنا لك مليح، مثل القرد قدامك. طلع فيني مجد، عم بحكي معك، عم يضربك؟ قل لي عم يضربك؟ علي، علي ما بدي مشاكل، قلت لك هذا ابني وأنا حر بيه. أنا ما بدي إياه يحكي مع حدا ولا حدا يحكي معاه. الله معك يلا. يلا مرحبا، بعد اذنك بعت لي دوريه على السريع. ايه زومبي كرفان 45 بسرعه، لا في مشكله عم تصير. على ولدي يا وطني يا عم مؤيد، انت تترك هيك عم تقوع ولدي يا واطي. نزل ايدك لك زي عنه بس انتوا يا بس. شو يا قيس؟ بشوفكم اليوم الثاني عنا. والله يا سيدي الموضوع مو بايدي، هن عم يضطروني. سيدي هذا الزلمه تهجم علي واني بكرفاني، سحبني من نص الكرفان وضربني حتى يسال الشباب. ليش ضربته يا قيس؟ سيدي عم يضرب ابنه وعم بيأذيه كثير مو شوي. كذاب سيدي كذاب. لا مو كذاب، وفيك تستدعي للولد وتشوف شو عم يصير فيه. فارس افندي دخل لي الولد. شوف مين الكذاب. تعال يا ابني تعال. فوت يا وفوت. تخفش تخفش. انت منيح؟ ماجد خليك معي. احكي وما تخاف من شيء. ما راح يصير لك شيء. مجد قل له للسيد راكان الحقيقة. قول له لا تخاف، نحن هون كلياتنا مشان نساعدك. حقيقة شو؟ شو حقيقة يا سيدي؟ الحقيقة يا سيدي انه هذا الزلمة لا عنده لا شغل ولا عمل ليتدخل بين الناس، هذه هي. طب في مجال، في مجال بس تسمعنا شوي وتخلي الولد يحكي كلمتين؟ سيدي أنا بدي أقدم شكوى ضد هذا الزلمة حتى ما يتدخل بيني وبين ابني. أخي أحكي قدم شكوى اعمل اللي بدك إياه، بس خلي الولد أعطينا ثانية بس نسمع شو عم يقول الولد. يا أخي أنا أقول مشهد بكفي أنت وياه. دخلت بيني وبين ابني، بديش تحكي مع ابني يا سيدي. بس لو سمحت أنت وياه بكفي. بس يا سيدي لحظة شوي، بس خليه يكشف لك عن جسمه وشوف شو عم يصير فيه الولد. احكي نحن عاملين لك هون نحن معك مشان نحل لك مشكلتك. كشف عن جسمك ورجيني شو عم يصير فيك. شو يكشف عن جسمه؟ شو هي سايبة هي؟ قيس أنت خليك هون بدي إياك. وانت خذ ابنك وروح على بيتك. بس يا سيدي هيك ما بيصير، الولد عم ينأذى. بس على اللي شوفه. شكرا يا سيدي. مش رح يوقف على الحكي، بحكي. قوم مجد قوم مجد امشي تردش عليه تسمعش منه. مجد تفضل يا سيدي. مجد احكي حبيبي. قوم يا ابوي حبيبي قوم. قبل ما تطلع بدك تحكي لا تخاف. قوم عامل لك انا معك هون. قوم بعيد وش راسك. قوم يا بقوم. قوم يا حبيبي. مجد بقول لك قوم 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 يا بقوم. قوم خلص خلصت تخفش تخفش تردش عليه تردش عليه. قوم يابا ولا احكي يا مجد. سيدي سيدي هذا مش ابوي. ايه كريم. اهلين وسهلين من السوس. شلونك حبيبي؟ والله الحمد لله عايشين. كله تمام؟ ايه قلبي كله كله تمام. امي شلونها؟ منيحة امك مثل ما هي. ايه الحمد لله. انت كيفك طمنيني منيحة؟ ايه منيحة ماشي حالي. صوتك مو عاجبني بنوب؟ لا لا كل شيء تمام بس انا مدري كيف حاسة حالي مالي كثير مرتاحة. في شيء صاير زعلانة انت وقيس؟ لا مو من قيس. لكن ايوه شو الثاني؟ ولو أنا حتى ما بعرف شو بقيس، ما بعرف شو عم بيصير معه. ضايج يعني؟ ضايج هيك كل الوقت. متضايقة منه؟ لك لا لا ماني متضايقة منه ولا شيء. لك سلمى شغلتي لي بالي شو في؟ مدري شلون بس هو ما في شيء ظابط بصراحة. طيب قدمت الأوراق اللي قلت لك عنهم؟ إيه إيه قدمتهم. هلا قدمتيهم؟ لك لا من مدة قدمتهم الأوراق صار لهم شي شهرين. إيه وشو صار؟ لسه ما ردوا لي خبر. يعني عم يساعدوكي؟ ايه ايه وهون في محامي كمان عم يساعدني. دغري خبريني لما يصير شيء. ايه ماشي حبيبي انا بخبرك اذا صار شيء. اكيد ها ايه تقبرني. سلم على الكل. وانت كمان يلا ديري بالك. ماشي حبيبي يلا مع السلامه. وراء شو هدول؟ قيس فيك بس شوية تروق تسمعني؟ أنا كثير كثير رايق، بس قولي لي وراء شو قدمت؟ وراء ألمانيا. قيمت. قيمت ما بدها يعني. مو مهم قيمت. لا كثير مهم قيمت، بدي أعرف قيمت قدمتيهم، قيمت. ما قدمتهم من فترة قيس، فينا شو هي هي الفترة؟ ليه عم تخبي علي؟ لأنه ما بدي إياك تضوج وتعصب مثل ما عم تعمل. شو ضوج وما ضوج وعصب؟ فينا إذا بدك حبيبتي أنا مو مشكلتي إنك قدمتي الوراء، بدي أعرف ليش مخبي علي هيك موضوع. ما بدي إياك تزعل مشان هيك. شو في ليس؟ بدي أحكي مع عمي قيس. تعال. احنا لازم نروح نشتري شوية اغراض للبيت. رح قلن مع السلامة بس واجي. شو صار؟ مجد مليح؟ مجد مليح ماشي حاله ايه، ومؤيد وقفوه الشرطة، وعلى فكره طلع مو ابوه مثل ما قلت لي. يعني شفت طلعت معه عم اكذب عليك حبيبي انت. يلا اي شغله بتصير من هذا النوع بتخبرني فورا، ماشي؟ طيب شو صار بمجد؟ بدي اشوفه. ان شاء الله بتشوفه، بس هلا اكيد وضعه احسن من قبل. المهم انه ما يكون مع هذا مؤيد. ما تطول انا. انت منيح؟ اكيد؟ قيس وين رايحين؟ رايحين على كرفانكم. لويش؟ مشان تاخذ اغراضك. الدكتورة سمرة موجودة، تخافش. طب شو راح يصير فيي بعدين؟ بس احنا راح ننقلك عشان ما تظل لحالك، ولا تقلق. شو صار بمجد؟ راح يغيروا له مكانه يعني لبين ما يجي عمه. منيح. طبعا انت ما قدرت، ما فيك ما تتصرف لحالك. سلمى صار اللي صار، شو بدي اعمل يعني؟ شو صار اللي صار يا حبيبي؟ يعني كنت قلت للاداره الا ما تروح تتخانق مع الزلمه من حالك. فريد كان حامل بايده شغله عصا ضربك فيها، شو كان صار فيك يعني؟ حاج تغير الموضوع، ليش خبيتي علي؟ ما خبيت عليك، قدمت الاوراق وقلت اذا بتطلع موافقه بخبرك يعني. بتخبريني اكيد رح تعرف. تعملي لي اياها مفاجاه يعني؟ فيك ما تتمسخر. ما عم اتمسخر، بس انا وياك بنعرف منيح انه مو هذا هو السبب. بالله لكن شو السبب؟ تحفني بالله، قل لي شو السبب؟ انه بكره بتطلع اوراقك وبيمشي الحال وبتحطيني تحت الامر الواقع. شلون بدي احطك تحت الامر الواقع؟ فهمني. فيك حاج نظريه مؤامره؟ عن جد خلاص؟ لا في مجال انت تصيري تخبريني بشو عم تفكري وشو عم تخططي، وحاج يعني هيك تعملي هاي الاجواء مشان تطلعي انت المنيحه واطلع انا العاطل مثل كل مره. عن جد عم تحكي؟ هلا هاد رايك فيني؟ مو معقول شو بتعرفني. سلمى انا بعرفك كثير منيح، ما فيك تضحكي علي، ما فيك. يا حبيبي ما عم بضحك عليك، ليش بدي اضحك عليك؟ ما بعرف، انت اعطيني سبب مقنع واحد يخليك ما تخبريني. ما خبرتك لانك ضد الموضوع من الاول، ما خبرتك لانه علاقتك باهلي مو منيحه. ما خبرتك لانه من يوم اللي انفتح الموضوع بسوريا وانت رافض تسمع حتى. ايه بتقومي بتروحي من ورا ظهري؟ يا حبيبي اعطيني السمنه. عفوا ما رحت من ورا ظهرك، عم اقول لك بس كنت بدي طالع الاوراق، وافقوا عليهم وافقوا عليهم، ما بدنا نطلع ما بنطلع عادي. لكننا تناقشنا، كنا حكينا، كنا قررنا مع بعض. شلون نتناقش؟ مثل ما تناقشنا ونحن بسوريا؟ اي ما كنت بدك تسمع حبيبتي، وقتها كان الظرف غير، هلا كل شيء تغير. بتعرف شو اللي تغير؟ شو؟ قولي لي شو؟ ولا شيء. لا بالله شو اللي تغير؟ أنا مستنيتك مجد. مؤيد شو رح يصير فيه؟ ولا رح يقرب عليك مرة تانية، ما تقلق. طب وين هو؟ أخذوه الأمن، هلا هو موجود عندهم وعم بيتصرفوا معه. وأني شو رح يصير فيه؟ ما تخاف، أنت مش أعطيت اسم عمك لركان بيك؟ ركان بيك هلأ عم بيحاول يوصل لعمك بأي طريقة. وإذا ما لقوه شو رح يصير؟ ما رح نتركك يا مجد، ما رح نتركك حتى لو بتضل عنا. ولما نلاقي عمك يا إما رح نوديك عنده أو رح نجيبه لهون، ما تخاف. مؤيد ما رح يلاقيني؟ ولا رح يلاقيك، ولا رح يقرب عليك، ولا رح يضربك، ولا رح يضايقك. احنا ما رح نسمح انه هذا الشيء يصير مرة ثانية. يا لطيف شو بتضلك عنيد، يعني بس بدك تحكي وما بتسمع حدا، كأنه رأيي مو مهم. لك مشان الله بس استوعبي انه في رأي بالدنيا غير رأيك، يعني ممكن يكون عندي رأي مختلف عن رأيك، مو بالضرورة كل مرة أعمل مثل ما بدك أنت. بحياتك ما عملت اللي بدي إياه. لك لا تبالغي سلمى مشان الله، ها لا تبلشي تبهري القصص. بالله بدك يعني ارجع انكش لك كل الماضي وذكرك باللي صار؟ يعني يا هي ما في حل وسط؟ يعني ضروري انت يعني ما رح تنسي شيء بحياتك؟ اللي ما بينتسى ما بنساه. اه اوكي تمام. وين رايح؟ ما حتروح قيس، ما بتفتح موضوع بتقول كل اللي بدك اياه، وقت اللي انا بدي احكي ما بيعود مهم. في مجال احكي؟ لا عود واسمع. لك رايح اجيب ليس. ليش بدك تجيب ليس؟ لك مشان اعطيه الدواء. اعطيته الدواء وخليه ينام عندهم اليوم، انا بكره بجيبه، وبعدين من ايمت يعني كثير مهتم بليس؟ شو قصدك يعني؟ شو قصدي؟ طول الوقت عم بتسمعني حكي انه انا بهتم فيه زياده عن اللزوم وانت اساسا ما بتحبه. لك كيف ما بحبه؟ ولد صغير شو مشكلتي معه؟ ما بعرف. على فكره انا كثير بحبه وكثير متعاطف معه، وعم حاول ساعده قد ما فيني، وما عندي اي مشكله معه، انا مشكلتي معك. مشكلتك معي؟ ليش بالله؟ لانك ما عم تعرفي تفصلي، وما عم تعرفي تحطي لحالك حدود، وعم تعلقي فيه. لك سمعان حالك شو عم تحكي؟ لك هاد ولد يتيم وما عنده حدا يهتم فيه. وهدول اللي عم يربوه شو عم يعملوا؟ ما عم يقصروا معه الجماعه. شايف ظرفهم بعد ما مات ابو وسيم؟ مين بدك يهتم فيه ويربيه؟ فرح اللي ما عم تعرف تهتم بحالها. سلمى من قبل ما يتوفى ابو وسيم انت ما كنتي توفري فرصه لحتى تجيبيه لعنا لهون. انا بس بدي اعرف شو اللي مضايقك؟ شو مضايقك؟ بحبه للصبي وبهتم فيه، بحبه وبهتم فيه. ليش محسسني اني عم بعمل شيء غلط؟ انا ما عم بعمل شيء غلط. ليش مستكتر علي اني لاقي شي شغله تعبي حياتي؟ ليش مستكتر علي اني اعمل شي شغله إلى معنى؟ لانه اللي عم تعمليه غلط. غلط؟ لانه هاد مو ابنك. انت عم تحسسيني كانه هو عادل، لا هو ولا غيره بياخذوا محل عادل بحياتنا. انه مو عادل، ولا بقى تعيدها مره ثانيه، عم تفهم؟ ما بسمح لك. حاجه بقى، كم مره قلتها هي؟ بعرف انه مو عادل. طيب يعني بدك تعبي حياتك وشو يعني هذا اللي هاد شيء ثاني. هاد شيء ثاني؟ ايه شيء ثاني. طيب انا اسف. طيب خلينا نحكي على رواق كلمتين. يعني سلمى خلص صار واضح انه انت جا على بالك ترجعي تحسي حالك ام. ليش ما بدك تخلينا نجيب ولاد؟ ردي علي سلمى، ليش بدك تضلي حارمتينا هذا الشيء؟ ما عم بحرمك من شيء. عمري ما حرمتك من شيء. وانت عمرك ما فتحت معي موضوع الاولاد مره ثانيه. لا سلمى، انت محسستيني كل الوقت انه ما بدك، وحاولت معك مره وتنتين وثلاثه، بس انت عم تسكري علي من كل الجهات. شو بدك يعني اعمل يعني؟ قيس انت مجنون؟ انت شايف وين نحن؟ طبعا شايف وين نحن، وشايف كل الناس حوالينا عم يخلفوا ومكملين حياتهم ومستمرين، ونحن كمان لازم نكمل. شو يعني انه لازم نموت؟ يعني لازم نموت حالنا مثل باقي الناس؟ انا مو مثلك، حتى ما فيني اعمل هيك، انا ما فيني اجيب ولد وانا وانت ما عم نعرف نتطلع بعيون بعض. يمكن نحن محتاجين نفس جديد بيناتنا. بظن فيني يجيب ولد، نحن بهيك صرف. يعني لا بدك تاكل ولا بدك تشرب. طب اشلح هالجاكيت واقعد ارتاح. بدي استنى سلمى. شو بدك من سلمى؟ بدي ارجع الكرفان. هاي كرفان وهديك كرفان، فوت بقى. اغراضي هناك. طيب بكره بتجيب اغراضك حبيبي، خليك عنا اليوم. أعنتك. أنت بطلتي تحبيني. أنت اللي ما عاد تستحمل. أنت اللي مقررة أنك ما عاد بدك تكملي معي، مشان هيك ما بدك نجيب ولاد. ما عم بفهم شلون ما عم بتشوف إنه أنا مو عمري بطلت حبك. يعني على القليلة كنت حسيت بهذا الشيء. لأنه الحب لحاله ما بكفي قيس. أنت في شيء فيكي تغير من وقت اللي ما تعادل. بناتنا تغيرنا. أنت تغير فيكي شيء ثاني. في شيء جواتك تغير. لك حتى نظراتك تغيروا. شوفي حالك كيف عم تطلعي فيني. شو بدك مني اعمل؟ انا ام ابني مات. لك شو بس انت اللي ابنك مات؟ ابنك لحالك؟ مو ابني انا كمان سؤال. تعب قلبي من هالاسطوانه، احتريت. شو نعمل يعني؟ نقتل حالنا؟ نقتل حالنا؟ يعني بدك تضلي عم تعاقبيني على موت عادل؟ أنا ما عم أعاقبك. أنا مالي مثلك. ما عم بعرف أتجاوز الموضوع مثلك. إيه. مشان هيك يعني هيك فورا عم تبدلي ابنك ولا الثاني؟ ما عم بدل ابني. ما عم بدله. أنت عم تبدلي ليس بعادل. أنا ما عم بدله. ما عم بدله عم حاول حب ولد تاني لأنه ابني مات بسببك. مو قصدي، والله مو قصدي يعني حكيتي كل شي بقلبك، تمام هيك؟ طلعتيها خلص هيك يعني ما عاد في أي مجال للرجعة. كلنا منضلنا نحاول عشان ما نفشل. ما بنقدر نتحمل إنه نفشل، لأنه بنكون أخذنا القرار الغلط. صعب نعترف إنه إحنا غلطنا ونحاول نظبط غلطنا. منتشذب على حالنا، برشا اللي حوالينا صدقونا، بلش إحنا منصدق حالنا وبتمشي الحياة. بس بالآخر ما حدا بيهرب من اللي عمله. اللي ورانا راح يلحقنا هالساعة أو بعدين. والنتيجة راح تكون أصعب.